نزله ولا احنا هالشواش من العصر وافكاري ترى الصادق دايرها بس اهلها اللي كانها طلقات الرشاش عنها مبتلين الشعر عميان بصايرها اصمقت العلوم الطامنه ما تبرد جاش وتبقى الحقائق ثابته ما تغيرها سلالات البلا الطيبه حد ما يناش ولا كل من يبغى علي كيف غيرها يا كثرة زمول المنتجه ما على الابواش ولا كنا عليانا العجاريد حقرها الأرقام الأولى فالمزايا بدون نقاش تبت حصل أدواج العجاريد مصدرها أهلنا قت واضحة وهالجانب هشاش وهالجير تنبطب تملك مقاصرها هذولا ذو وصل ذح الحال الفقير انعاش وفزعاتهم بالجود تسبق مدورها على جمولهم من قيض والبادية هتاش محلاتهم للضيف تزميل